يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي شو بدك انت وياه؟ يا سيدي الله يخليك، والله صار لي شهرين ما نزلت، يستر عرضك ساعدني. ماشي، أنا رأفة بأهلك رح أنزلك 48 ساعة، تكرم عينك. روح الله يكثر من أمثالك، طول عمرك كبير. وأنت شو مشكلتك يا ابني؟ الله وكيلك يا سيدي، كل يوم بيطلعوني صخرة، انكسر ظهري واهتريت من كتر الشغل. بأنو فصيلة أنت؟ بسرية الخدمة سيدي. طيب طيب طيب، اكتب لي اسمك على ورقة وتعال عندي، أنا رح أريحك. الله يخلي لنا إياك يا سيدي، يا أبو المعترين أنت. هات ايدك لبوس يا سيدي. ما في داعي ما في داعي، شو تبوس ايدي؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. يلا انصراف، يلا احترامي سيدي. مرحبا. اهلا. الله يخليك، ممكن نطلب منك طلب؟ برافو عليكم، اليوم عجبتوني اكثر من المره الماضيه، بس انت ما عجبتني. ليش كان صوتك واطي ولاك؟ سيدي انا شلون كنت؟ انت بتطير العقل، صوتك عم يلعلع لعلعه، لهيك رح اعطيك زياده اليوم. الله يخلي لي اياك يا سيدي. وسيك هي 10 ليرات، وانت كمان 10 ليرات. وانت تفضل، هي 5، يلا نقلعوا من خلقتي. الله يرزقك يا سيدي. الله معك. حلو يا هيثم، حلو. بدك تنزل اجازه؟ ولك لعيونك يا حبيبي، أحلى إجازة. بعدك ولا روح جوال هيك اترك يا كلب. انت وياه شوي، انت لازم تفوت على السجن مثل ما فوتني، ما راح يشفي غليلي اني خربت لك وشك، بس انت لازم تفوت مثل ما فوتني. انا مالي علاقه ولك، مالي علاقه. كذاب، ما حدا خبر النقيب عني اني هربان من مناوبه غيرك يا ناصر. ناصر صدقني انا شافوك طالع من المكتب وبعد طلعتي بساعه، وطلع النقيب واخذ التفقد، سال عني بالاسم. بعدين خليك رجال اللي يمشي بالدوره مثل الطاووس ويعمل حاله داسوس لانه مدعوم، لازم يكون رجال للاخر. يا مرة. ماني مرة ولك يا ناصر، اقسم لك بالله. لك لا تحلف ولك، اليوم رح تغيب عن اشي ما بالمساء، ورح تضل مربوط هون مثل الخروف لبكره مثل هلا. ويا ويلك بس ترجع تحكي اي حرف، لانه اذا ما حكيت رح تكون وحده بوحده ورح نضل اصحاب، واذا حكيت رح يصير شيء ما بتتخيله. ولك ناصر، ناصر شو عم تعمل؟ انت عرفان شو عم تعمل ناصر؟ ناصر رح تضل اليوم مربوط هون بالمسولة، ويا ويلك يطلع منك صوت، يا ويلك، لانه وحياة شواردي وحياة شواردي رح اعمل لك فيلم بحياتك ما شفته. الفصيلة الأولى كاملة سيد العميد. الفصيلة الثانية كاملة سيد العميد. الفصيلة الثالثة غياب واحد غير مبرر سيد العميد. الفصيلة الرابعة كاملة سيد العميد. الفصيلة الخامسة كاملة سيد العميد. وينه جواد؟ شو بيعرفني؟ العمى سجنوه غياب غير مشروع، يعني هلأ بحطوه بالسجن. سيدي جواد مدعوم وما بيخاف عليه، بس إن شاء الله ما يكون صاير معه شيء. What? But you are waking it. جواد لك شو حالك؟ سجلوك غياب. ولك ما قلك سجلوك غياب غير مشروع، يعني بدك تفوت على السجن. شو حالك؟ شو صاير معك؟ يا سيدي الزلمه ما قصر معنا بنوب، حتى ولو فتنا على السجن من شانه مو مشكله. يا اخي اذا جابوا لنا 20 يوم او 16 بتاخر تسليحنا. لك يا اخي شو بدك انت؟ ليش خايف؟ هو قال لي اذا اجت شي عقوبه بشيلها. يا جماعه انا قلبي مو مطمن اليوم، انا خايف. لك يا حاج بقى خوف انت وياه، الزلمه وعدناه وبدنا نوفي بوعدنا. يلا قوموا توكلوا على الله، قوموا يلا. قوم سيادة النقيب بده اياك. هلا؟ ايه هلا. اسمعوا لك ناصر، مو جواد اللي بيترك الامور بلا تظبيط حساب، وحده بوحده ما بقدر. انا بدي تنتين بوحده، والوحده اللي بينت لي عندك هي شواربك، شواربك اللي حلفت فيهم فاكر. قلبي لك شو صار يا جواد؟ ولك انت مجنون، هاي القصة بتمرق على خير. سيدي ما عندي مشكلة. يا زلمي هلق ما وقت نعلق مع حدا. هو اللي بلش. أنا أبيهمني من بلش. لك تحلق له شوارب وشو نحن وين قاعدين؟ بشيكاغو. لكن انا يخطفوني ويربطوني مثل الخروف، والله لأسلخ جلده. والله عزمتي وديني رح تكبر. اذا طلعت برقيه سجن ما في مشكله، اما اذا ما طلعت برقيه سجن وبدها تكبر، والله بدك تحكي لي مع ابو نزار. لا حول ولا قوه الا بالله. مشان الله امور قصه ما حتمرق ببرقيه. ناصر ما يصرخ وحيت، يعني اكيد القصه رح يصير فيها تحقيق. هلا اذا كبرت احكي مع ابو نزار. لسه بترجع بتقلي ابو نزار؟ حبيبي انت، حبيبي حبيبي بتنحل ببوسي. هلا امشي. رح تكونوا مع بعض بالسجن، وان شاء الله اسمع صوت واحد منكم، والله لا استخجلتكم. لننطر مدير الكليه شو راح يقرر. اذا كنتوا رجال تضاربوا جوا، بعدين بعرفكم يا حلوين من النقيب يوسف. ما عاد فينا ننام. شو بدي اقول لك يا ناصر؟ ناصر هلا انت اكلت 16 وانا شكلي رح اكل 16. بافرطها احسن ما تكبر. وشواربي؟ شواربك؟ شواربك بضاعة مخلوفة، 4-5 ايام وبيطلعوا. انا بعرف انه انت زلمة بتحسبها منيح وبتفهم، بقى خلينا نفرطها مثل ما عم قول لك، ما لازم نكون اعداء. اسمع لك ناصر، هلا بس يطلبنا مدير الكلية منقول له انه نحن تخانقنا مشان شغله هيك ناكته بطانيه، انت بتطلع وانا باكل 16 مشان غيابي الغير مبرر امبارح. وهي بوسه من الشوارب. لا تزعل عليهم، لا تزعل عليهم، يطلعوا. أهم شيء لا أنا أدخل واسطتي ولا أنت تدخل واسطتك. خليهم لشغلات أكبر. ماشي؟ ماشي. جواد منيح علينا المشكلة هيك، كان فيها شرطة عسكرية ومهدلة. بعدين أنا جيت لهون لحتى أقول لك إنه الرجال فعلاً ما لازم يكونوا أعداء. لازمك شيء؟ إيه هيثم، بدي إياك تنزل لي إياه إجازة، حرام. اعتبره صار بالبيت، تكرم عينك. شباب! نيل! 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 شدتها كلها! نيل! 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 حالك ولك؟ كيفك جواد؟ قيد هيثم قيد. لك شو بك شو حالك؟ جايين تنزورك يعني بتستقبلنا؟ ليك جواد، القصة كثير صغيرة. وهيثم ما قصده ما يزورك بالسجن. والزلمة ما له نكل معروفة، وجايين تنصفي القلوب، وبكره عازمنا على الغداء. جواد بكره الخميس بننزل ونتغدى على حسابه. شو قلت؟ ولك يا عيب شو مالك؟ يا عيب شو؟ نزلناك اجازه وحكينا مع الدنيا كلياتها مشانك واستخسرت فينا زياره بالسجن؟ لك يا اخي والله ما كنت انا بتخيل انك رح تزعل هيك، بعدين انت بتعرف انه انا ما بسترجي امرأة من قدام السجن. لك يا اخي انا جبان ماشي، وهي عم بعترف قدام العالم كله بهالشيء. بسيطه بسيطه، مع انه كنت ناوي لك على خلصنا جواب، خلصنا بقى بلا تنقيراتك، الزلمه جاي ما يصالحك. ماشي، وين عازمناه؟ وين ما بدك. لنشوف لنشوف. انا سويت حرفتي. ويا سيدي بعد الغداء بدي اعرفك على صبيه بتاخذ العقل. رفيقتك؟ يعني فيك تعتبر رفيقتي. حلوه؟ قمر. عمور؟ انا كم مره قلت لك انه هيثم ابن حلال وما بيهون علي فيه، ولك هذا واحد جدع وقبضاي. عاش يا ابو الجود. أحلى هيثوم. طلع ليش منك مرتب تختك؟ نحن باستراحة سيدي. هيك لك عم. رتب تختك بسرعة. طول بالك. بالله تقلنا عليك يا هيثم، ليك أنا بدفع هون. أعوذ بالله يا عامر، أنت غالي كثير وأبو الجود كمان. أهلين عم هيثم. شو؟ إن شاء الله المحل عجبكم؟ حلو كتير منيح. لك يا حبيبي وينهم البنات اللي انت عم تحكي عليهم؟ وينهم؟ لك والله حكيت معهم ووعدوني انهم جايين. لك ليكون موعد الافندا. لا يا ابو جود، هيثم انوعد وفى. طيب هي لهم نص ساعه وما اجوا. وينهم؟ والله هن على الطريق، بعدين هيك بصير فينا نحكي مع بعض شوي يعني، بقى كل ما تاخروا بيكون احسن. بيكون احسن. ماشي، المهم يجوا حبيبي، المهم يجوا. ليكن اجوا. هلا هلا. هاي هاي. صوفي وساندرا احلى صبيتين بالعالم. ولك انت احلى صبي بالعالم. جواد وعامر زملائي بالكليه الحربيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هايتين. تفضلي تفضلي تفضلي. لك ها هلا حلوت القعده. لك يا ساتلي ربك يا عيسى. هي انت هنيك تعال اقول لك. حاضر سيدي. فيك تخبرني شو كنت عم تساوي على الارض؟ عم بربط الشواطه سيدي. انت بتدرس نظام منضم، يعني كانك بمعركه، واذا اجاك العدو واخذك غدر بتقول له كنت عم بربط الرباط؟ منبطحا. تمرين السادس ولك. بدي اعلمك شلون بصير الدعم. كرمك ضيع النود والريح مجروحة، يمكن عالصوت العود ترن.